أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة رئيس اللجنة العليا المنظمة العليا لأسبوع بريف الدولي للقتال والذي يتضمنه النسخة الرابعة لبطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواة. أكد أن الكونغرس والجمعية العمومية للاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة والذي يعقد اليوم سيكون مؤثرا جدا وحاسما في تاريخ رياضة فنون القتال المختلطة نظرا للنقاط المهمة التي سيتم نقاشها. هذا وعرب سموه في تصريح له عن الفخر باستضافة مملكة البحرين لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة، مضيفا سموه أن هذه الاستضافة جاءت متوافقة مع توجيهات القيادة الرشيدة في جعل البحرين وجهة لجميع الرياضات العالمية، مؤكدا سموه أن استضافة الكونغرس جاء ليعزز من مكانة مملكة البحرين على ساحة رياضة فنون القتال المختلطة. هذا وتابع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن استضافة المملكة لكونغرس القتال العالمي للهواة يتفق تماما مع توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لاستقطاب مختلف الفعاليات العالمية وإقامتها على أرض البحرين، الأمر الذي يشكل حدثا إيجابيا باعتبار الكونغرس سيستقطب نخبة القيادات في لعبة فنون القتال على مستوى العالم وسيجذب مختلف وسائل الإعلام العالمية وسيجعل المملكة محط أنظار العالم لمعرفة نتائج هذا الكونغرس. وأشار سموه إلى أن المنامة ستلبي كافة متطلبات استضافة ناجحة للحدث العالمي من كافة النواحي. كما ذكر سموه أن مملكة البحرين تسعى لأن يكون الكونغرس بل كونغرس الاتحاد الدولي والاجتماعات المصاحبة له الأفضل على الإطلاق نظرا لقيمة الشخصيات الكبيرة التي سوف تحضر هذه الاجتماعات وما تمثله من ثقل دولي كبير على صعيد رياضة فنون القتال العالمية والقرارات التي من المؤمل أن تصدرها الجمعية العمومية. وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بتأهل مقاتلين من منتخبنا الوطني إلى النهائي وبالمستويات الكبيرة لجميع المقاتلين، مؤكدا سموه مواصلة دعم حسين عياد للوصول إلى الاحتراف، ومشيدا سموه بما قدمه حمزة محمدوف ومرتضى علي من مستويات كبيرة. وعرب سموه عن ثقته الكبيرة في مقاتلي منتخبنا الوطني في مواصلة تقديم مستوياتهم الكبيرة في المباراة النهائية، مؤكدا أن الجميع يتطلع منهم إلى بذل كل الجهود والقتال بكل ضراوة من أجل تحقيق اللقب. وعرب سموه عن تمنياته لمقاتلي المنتخب الوطني كل التوفيق في مسيرتهم نحو رفع اسم وعلم البحرين عاليا.
هذا وقد التهبت أجواء المنافسة قبل الختام في دور نصف نهائي من بطولة العالم لفنون القتال المختلطة، حيث تواجدت مختلف الجنسيات في الحدث الرياضي، لا سيما مشجعي المقاتلة البحرينية فاطمة البرشيد التي حظيت بمؤازرة كبيرة من قبل مختلف الجماهير وخاصة زملائها في وزارة الداخلية. خمسة يمثلون الفريق البحريني تألقوا على هذه الحلبات في نصف نهائي هذه البطولة، وبالرغم من أن اثنين منهم فقط واصلوا المشوار نحو معانقة الذهب، إلا أن الجميع ضمنوا ميداليات ملونة بها يرفرف الأحمر والأبيض مبتهجا في آفاق المملكة. اليوم كان يوم حلو لمنتخب البحرين، للاسف بعض اللاعبين ما حلف بمحافظة تأهلون للنهائي، بس عندنا مقاتلين تأهلون للنهائي، وان شاء الله الوعد يوم السبت، وننتظر كل الجماهير البحرينيه تشجع مقاتلينا عشان نتوج بالذهب. وحاب اقول لكل ان صاحب السمو الشيخ خالد بن حمد امر بفتح كل الابواب مجانا لجميع الحضور للنهائي يوم السبت ان شاء الله. من الشيء الجيد ان البحرين لديها مقاتلات النساء كاول دولة عربية مشاركة في البطولة على المستوى النسائي، ومشاركة المقاتلة البحرينية فاطمة كان امرا شجاعا رغم خسارتها. والجميل ان البحرينية ملمة بمجموعة من الرياضات القتالية الاخرى، ويبدو انها ستتطور كثيرا في هذه الرياضة، وانا اقدم لها احتراما كبيرا. 56 مقاتلا من العنصرين النسائي والرجالي بمختلف الأوزان خاضوا النزالات بكل ندية وتحد في هذا اليوم، أظهروا رغم الضغوط والأجواء المشحونة روحا رياضية تجسدت بالتزامهم بالتعليمات القانونية والإرشادات التحكيمية. هذه المرة الأولى أتواجد في البحرين. المستوى الفني في التنظيم مميز، لدينا 23 فريقا في التنظيم من نحو 50 دولة، وهذا يعود بالمنفعة للبلد المستضيف لكسب الخبرة. أما بالنسبة للمقاتلين فهم ملتزمون بالضوابط التحكيمية، وهذا للفائز والخاسر على حد سواء. وجميع الفرق المشاركة متعاونة جدا من خلال اتباع الإرشادات التحكيمية في البطولة. وقبل الدور النهائي لبطولة العالم لفنون القتال المختلطة، يفد الجماهير لمؤازرة الفريق البحريني الذي خطى بثبات نحو أحلام السيادة في البطولة. والله جاي البطولة هنا عشان أشجع، إن هاي الشيء جديد في البحرين، فأول مرة يصير يعني في الخليج عامة، أول مرة إن كل الدول الأوروبية والخارجية تتجمع في مكان واحد يعني. ونشجع عيالنا واخواننا وربعنا يعني، ان شاء الله لنا التوفيق ان شاء الله. احنا جايين نوقف مع المنتخب البحريني لان هذه اول مره البحرين تستضيف فيها الفعاليه، واول مره تطلع من فيغاس، ثانيا لانها اول بنيه بحرينيه لازم كلنا نوقف ونشجعها سواء يابا الذهبيه او لا، والفول حق الباقي ان شاء الله. مدرجات شهدت مختلف الجنسيات والفئات المجتمعيه، كيف لا؟ وهذا حدث فريد تتفرد به المملكة على مستوى عالمي. لأنهم شرفوا بلادهم ورفعوا رؤوس أهله، جاء هذا الجمهور الكبير ليؤازرهم وليشهدوا لحظات تاريخية لا زالت تكتب بماء من الذهب على سطور وصفحات الإنجازات الوطنية. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف. هذا وشهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عملية وزن المشاركين في بطولة بريف الدولية التاسعة، والتي أقيمت على صالة مدينة خليفة الرياضية، وذلك بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة وعدد من نجوم السينما العالمية ونجوم رياضة فنون القتال المختلطة. وتابع سموه عملية الوزن وتحدث مع مجموعة من المقاتلين المشاركين في البطولة، حيث أشاد سموه بالإجراءات التنظيمية التي اتخذتها اللجنة المنظمة من أجل تنظيم عملية وزن المقاتلين المشاركين في البطولة بالصورة المتميزة وبما يتناسب مع القوانين والأنظمة المتبعة في هذا الشأن. هذا وعرب سمو عن تمنياته للمقاتلين المشاركين في بطولة بريفا الدولية التاسعة بالتوفيق والنجاح وتقديم نزالات قوية، يكون التنافس الشريف والقوي حاضرا فيها.